بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي للحوار الليبي. بوزنيقة، المملكة المغربية، الثلاثاء 6 أكتوبر 2020. السيدات والسادة الكرام، الحضور الكريم، بحمد الله وفضله تم اليوم بتاريخه اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة في المملكة المغربية. لقد توجت هذه الجولة بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات، إدراكاً منا لأهمية المؤسسات السيادية في إدارة البلاد وحماية مقدرات الشعب الليبي. اتسمت جلسات الحوار بين وفدي المجلسين بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي. إن وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل هذه هياكل المؤسسات السيادية. بهذه المناسبة نجدد شكرنا لجهود المملكة المغربية التي كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي. كما ننوه أيضا بالتفاعل الإيجابي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز التي عملت على خلق جسور للتكامل بين جهود الحوار المختلفة في أفق بناء عملية سياسية شاملة. وإذ نؤكد أن انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، إلا أن العملية السياسية ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي. من هذا المنبر نلفت الانتباه أن إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. ختاما، يعبر وفدي المجلسين عن عزمهما الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.